أكد مجلس الوزراء احترامه الكامل لأبناء الصعيد رمز الأصالة والوطنية، كما أعرب عن تقديره لدورهم الثمين في رفعة ورقي الوطن. كما شدد المجلس في بيان على أن الدولة تتطلع إلى هذا الجزء الغالي من الوطن باعتباره في قلب عملية التنمية الشاملة والتي تهدف إلى الانطلاق نحو مستقبل أفضل يرتقي بمنطقة الصعيد. وأضاف أن مسيرة التنمية لا تستكمل إلا بالتكاتف وتضافر الجهود من جميع أبناء الوطن.